الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، يقول البلخي شقيق ابن إبراهيم البلخي، يقول: أغلق باب التوفيق عن الخلق في ستة أشياء. بالمناسبة، في آية واحدة تبين أنه لا ينجح شيء في الأرض من آدم إلى يوم القيامة إلا بتوفيق الله. وما توفيقي إلا بالله، تجارة، زواج، تعليم، طبابة، أي موضوع خطر في بالك إن لم توفق من قبل الله لا ينجح، وقد تملك كل أسباب النجاح ولا توفق، وقد تفتقر إلى معظم أسباب النجاح وتوفق. فالتوفيق ليس بالذكاء وليس بالأخذ بالأسباب فقط، ولكن التوفيق برعاية الله عز وجل. يقول هذا العالم: أغلق باب التوفيق عن الخلق في ستة أشياء. أخواننا الكرام المسلمون، ولا سيما في هذه الأيام، عندهم حيرة شديدة: ما سبب تأخرنا؟ ما سبب ضعفنا؟ ما سبب فرقتنا؟ ما سبب أننا في الدرجة الدنيا في المجتمعات البشرية؟ وهذه حقيقة ومؤلمة، لكن لا بد من تحليل. لذلك أي إنسان يعطيك تحليل دقيق لسبب تخلف المسلمين، هذا الموضوع كأنه يعزف على وتر حساس في قلب كل واحد منا. التحليل أو التشخيص كلاهما له مؤدى واحد، لكن البديل والحل، وفي مصطلح جديد اسمه ورقة العمل، ماذا نفعل؟ فهذا تحليل رائع وجامع مانع. قال: اشتغالهم بالنعمة عن شكرها. لو سألتني عن فرق دقيق دقيق بين مؤمن وكافر، الكافر مع النعمة، المؤمن مع المنعم بالضبط. لذلك الغرب تفننوا في الاستمتاع بالنعم وتفوقوا وقطعوا أشواط كبيرة جدا. كيف يستمتعون بالنعمة؟ أحيانا نبني بناء، نجعل النوافذ صغيرة. الآن في أبنية الحائط كله نافذة، وأنت مستلقي في الفراش ترى البحر. يعني يستمتعون بالنعم بشكل يفوق حد الخيال. الأكمل أن تكون مع المنعم لا مع النعمة، مع المنعم. إذا كنت مع المنعم ترقى إلى الله. قال: اشتغالهم بالنعمة عن شكرها. حتى يكون المعنى واضح، تصور إنسان دعي إلى طعام وهو ضيف الشرف، فتفنن صاحب البيت بإكرامه بدءا من استقباله، أرسل له ابنه ليأتي به من بيته، واستقبله بالترحاب وبالورود وبالعصير وبالمقبلات وألوان الطعام والحلويات والفواكه والمشروبات، القهوة والشاي. وهذا الضيف، ضيف الشرف، عينه على الطعام وعينه على الفواكه، يأكل بنهم ولا يلتفت لصاحب البيت. فلما أكل وشرب وشبع انطلق إلى الباب وغادر البيت. هذا دابة. صدقوا أيها الإخوة، هناك أناس في تعاملهم مع الله كالدواب، بيأكل، بيشرب، مزح قاسي، منتقد، ظنون. أي إنسان بينذكر أمامه بيفند له أخطاءه.
بيتهمه هو بريء. يعني أنا بقول دابة ما في عندي كلمة أعبر بها عن تفلت إنسان، دابة فلتانة. فأن تشتغل بالنعمة وتنسى المنعم، تفوت لبيتك لك أولاد، عندك زوجة، لك دخل، ما تقول يا ربي لك الحمد. كم ممن لا مأوى له، كم ممن لا طعام عنده، كم ممن لا زوجة له. لك مكانتك بعملك، بيحترموك، تدخل بوقفولك، كم إنسان مهان. عندك أولاد يعني يحترمونك، هذه نعمة كبيرة جدا. فبقدر ما تشكر بقدر ما ترتقي عند الله. والشكر أيها الإخوة، الحقيقة الشكر علم وحال وعمل بالضبط. علم، يجب أن تعلم أن كل نعمة أنت فيها هي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. الآن أنت برمضان، أحياناً تعطي، هذه نعمة لا يعرفها معظم المحسنين. هذا المحسن بالذات الذكي كان ممكن يوقف بطابور طويل ومعه هويته ويبصم لك ويأخذ على العيد 200 ليرة ممكن. أنا لا أنسى أحد الإخوة الكرام لما محسن تبرع ببيت ليكون مركز تأهيل مهني، أقيم لهذا المحسن حفل تكريم، فكل الذين تكلموا أثنوا على هذا المحسن إلا هذا الأخ. قال له: أيها الأخ الكريم، كان من الممكن أن تكون أحد المنتفعين من جمعيتنا، وأن تقف في صف طويل، وأن تقدم الهوية، وأن تأخذ 200 ليرة، وأن تبصم. مع الله ما في ذكي. قد تجد إنسان بذكاء عجيب فقير يموت من الجوع، وتجد إنسان بسيط غني كبير. فأنت حينما تعلم أن هذه النعمة من الله، هذا نوع من الشكر. لا بذكائك ولا بحنكتك ولا بخبراتك، توفيق من الله. اسمع إسحاق هبة، أيام أب يقول لك أنا ربيتهم تعبت. في آباء أزكى منك وعنده ابن عاق وعنده ابن جاهل، ماذا تفعل؟ فلمجرد أن تعزو توفيقك، مكانتك، اختصاصك، دراستك الجامعية، بيتك، مكانتك، أن تعزو هذه النعم إلى الله، فأنت على شكر، في نوع من الشكر. هذا العلم، الحال، قلبك ممتن من الله، يا ربي لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا يا رب. أحيانا الإنسان يمشي في الطريق، طول الطريق يقول يا ربي لك الحمد. فهلأ الحالة الثانية أن يمتلئ القلب امتنانا من الله. الحالة الثالثة هي أرقى شيء، أن تقابل هذه النعم بخدمة الخلق. تنطلق لحالة ما بتفرق أبدا، إنسان يجب أن تريحه، أن تطعمه، أن تكرمه، أن تدخل على قلبه الشعور بالأمان، أن تطمئنه. طبيب، أحياناً الطبيب يعني يرغب أن يخوف المريض، أوف أوف أثناء الفحص، أوف قد ما يتأسف بموت المريض. هو ظن إذا تأسف يصير طبيب مهم جداً وبيربط المريض معه، لا، طمنه، حالة عادية جداً بسيطة. فبقدر ما بتكون قريب من الله تحسن للخلق، لا تخيفهم، لا تبتز أموالهم، ترحمهم. في أشخاص فنانون في الابتزاز، إذا شعر أنك مضطر لهذه السلعة بضاع الثمن فوراً. آخر محل فاتح وعنده حالة إسعافية ومضطر ولهفان، عندي قطعة واحدة وأخذها بغالي كثير. فلمجرد أن تقابل نعم الله بخدمة الخلق فأنت في أعلى مراتب الشكر. اعملوا آل داود شكرا. فلذلك يغلق باب التوفيق إذا اشتغلنا بالنعمة
ولم نشتغل بشكرها. النبي عليه الصلاة والسلام كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت، يعني أكلت، في إنسان ما في يأكل، سيرون، قضيت حاجتك بنفسك، في إنسان يحتاج من يأخذه إلى الحمام، نعمة كبيرة. عندك أولاد، في إنسان ما عنده أولاد، عندك زوجة، في إنسان ما عنده زوجة. فلذلك من علامات التوفيق أن تشتغل بشكر النعمة لا بالنعمة نفسها. الآن البند الثاني الذي يمنع التوفيق، ورغبتهم في العلم وترك العمل. ما أدخل بحساباته أبداً تطبيق ما يعلم، لكن أصبح العلم عنده هدفاً. العلم يعمل مكانة، يعمل شهادة، يعمل مرتبة، يعمل لقب، يعمل تعظيم الناس. فالعلم أصبح نوع من التجارة. من تعلم العلم ليصرف وجوه الناس إليه فليتجهز إلى النار، أن ينتزع إعجاب الناس. كنت أقول دائما إذا أعجبك علمك فهذا من شهوة العالم. العالم له شهوة أن يعجبه علمه، وإذا أعجبك إخوانك فهذا من إخلاص العالم. بتقيس نفسك لا بقدر ما تعلم، بقدر ما تركت أثر في الناس. إذا الناس استفادوا وتأثروا وطبقوا وسعدوا بهذه الدعوة، عندئذ تسعد. لا تسعد بما عندك، تسعد بما تمكنت من إيصاله للناس. إذن ورغبتهم في العلم وترك العمل. والله حدثني أخ قال لي دخل أستاذ في معهد شرعي وألقى درس عن التواضع، شيء لا يصدق. جاء بنصوص، جاء بآثار، جاء بقصص، شيء لا يحتمل من شدة إعجاب الطلاب بهذا الدرس. هو دخل إلى غرفة المدرسين، شعور بالاستعلاء والكبر، ما عنده نفس حكي واحد، ويعلمهم التواضع وهو ليس متواضعا. أخطر شيء بالأمة ينفصل العلم عن العمل. أوضح شيء بطبيب يدخن، إن حدثك عن التدخين يفوق الناس جميعا عن مضاره وهو يدخن، معنى الحديث عن مضار التدخين حرفة أصبحت وهو يدخن. فأخطر شيء في الأمة ينفصل العلم عن العمل. يعني الصلاة بوقتها بالمسجد، وقد يسهر في نادي ليلي، كيف اجتمع عنده السهر في نادي ليلي والصلاة؟ الدين صلاة، وبالمسجد والصلاة بوقته. أما علاقاته المالية، علاقاته العاطفية، ما لها علاقة بالدين إطلاقا. وأخطر شيء يصيب الأمة الإسلامية هو هذا، انفصال العلم عن العمل. والمسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة. الذنب براق، في شهوة آنية، في شيء يدفع الإنسان إلى أن يقترف الذنب. والتوبة يعني عنده وهم أنه بعد حين يحج بيت الله الحرام وتغفر له ذنوبه، ومن يضمن أن ينتظر إلى سنة أو سنتين؟ يعني حركته نحو الذنب. والتوبة والمعاهدة لله عز وجل في تباطؤ بها. الآن في حالة دقيقة جدا، وهي منتشرة في معظم بلاد المسلمين، الاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بفعالهم. لازم يعزم فلان على عقد القران، اجا فلان وألقى كلمة ورائعة كلمته، لكنه ما له مطبق شيء من دعوة فلان، عايش على كيفه.
إذا دعا العلماء لأخذ القران كأنها وردة يزين بها صدره. بسلوكه اليومي ما في التزام أبدا، ولا في انضباط ولا في تطبيق، لكن كلما التقى بعالم يكيل له المديح أنواعا منوعة ويثني عليه. لا ما شاء يا سيدي، نحن اتباركنا فيكم يا سيدي، اتباركت فيه، مو مطبق شيء من كلامه. هي حالة موجودة والله. مرة يعني عقد قران في مكان في دمشق، دعي نخبة أهل البلد والخطباء، أنا أقول سامحهم الله، أثنوا على الأسرتين الدمشقيتين المتصاهرتين العريقتين ال 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 أما عرس النساء بالشيراتون، وزعت الخمور وجيء بالراقصات وجيء بالصحفيين وصوروا هذا العرس والنساء شبه عرايا، وعرضت الصور في صحف أسرتين دمشقيتين متصاهرتين عريقتين، وعلى البطاقة الطيبون للطيبات. لما لم تكتب الخبيثون للخبيثات؟ ففي شعور أنه أنا بدعي فلان بدعي فلان بدعي فلان، منصور نعمل ألبوم منفرجي الناس مين حضر العقد مين إجا مين ألقى كلمات، لكن ما لك علاقة بالعلم إطلاقا ولا بالتطبيق، وما في شيء تنضبط به في البيت. هي مرض كمان. أنا لذلك عقب هذه القصة صرت دقيق أنه أنا لا ألبي دعوة عقد قران إلا إذا كان الداعي ملتزم، وإلا يتاجر بك، بتاجر بك. فالأولى أن المتفلت لا تلبى دعوته، لأنه يتمنى أن يصعد على كتفيك. الاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بفعالهم، وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها. يعني حديث عن المشاريع والعملات والتجارة والاستيراد تلاقي 10 ساعات دايب، تحكي له كلمة بالدين تايب التواب، لك والله بدك ما تأخذني ما عندي وقت، والله نقعد معك عادة ثانية. لما دخلت بموضوع ديني بينصرف، موضوع دنيوي يسترسل معك إلى بلا حدود. لذلك وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها، وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. والله مرة كنت في بلد في أمريكا، يعني مركز إسلامي دعاني إلى إلقاء محاضرة، دعاني أول سنة اعتذرت، الثانية الثالثة الرابعة وعدت أن آتي. فالموعد الساعة 9 ليلا، ومكان وجودي والمكان المدعو إليه 160 كيلومتر، بدأ الثلج ينزل وبرد، يعني خطر في بالي خاطر أنه أعتذر. فلما اتصلت هاتفيا واعتذرت، يعني شعرت أن الدنيا قامت ولم تقعد. قال لي 4 سنوات عم ننتظر، فلبيت الدعوة. وصلت الساعة 9:30، قال لي إنسان كلمة والله يمكن أموت ولا أنساها. قال لي: هل تعلم كم مايل قطعته لأسمع هذه المحاضرة؟ قلت له: كم؟ قال لي: 600 مايل، 1000 كيلومتر. قلت: في الشام الدين ميسور، بالمساجد في دروس، في خطب، في كاسيتات، في أشرطة. من شدة التصحر هناك الروحي، قال لي: والله 1000 كيلومتر يعني 600 مايل. قاد مرتبته ليستمع لهذه المحاضرة. أنا قلت في نفسي: والله لو اعتذرت وعلمت هذه المعلومة يعني أموت ولا أنسى هذا الخطأ. لو اعتذرت وعلمت هذه المعلومة أنه قاد مركبته 600 مايل ليستمع لهذه المحاضرة، يمكن لا أنسى هذا الخطأ مدى حياتي. فنحن العلم هو ميسور، الجوامع مفتوحة، العلماء كثر. يعني هون
إقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. فإقبال الدنيا إقبال الآخرة في هذه البلدة والناس معرضون عنها. في إنسان زاهد بالدين يعني ما عنده وقت، يرغب ما يسمع ولا كلمة حق، وهو محاط بدعاة وبمساجد وبدعوة. وفي إنسان يقود مركبته 600 ميل ليستمع إلى محاضرة ساعة. مين يركب مركبته 1000 كيلومتر ليسمع محاضرة؟ في تصحر. لأنه فإذا أنت في بلد فيها دروس، فيها خطب، فيها دعوة إلى الله، الأمور ميسرة، في أشرطة، في سيديات، في محاضرات، وبعدين ما ممكن تفوت لمكان إلا مقابل أتعاب، المحامي أتعاب، طبيب عيادة، هلأ في تدفع مقدما، ما ممكن تفوت لمكان إلا بمقابل، إلا في بيوت الله من دون قيد أو شرط. هيك الله عز وجل أراد يكون هذا الدين مبذول لكل البشر. فالدين موجود والجوامع موجودة وما في رسوم دخول ولا في تعقيدات، والناس زاهدون. وبلاد أخرى يعني الدين مفقود ويبحثون. أيها الإخوة، مرة ثانية، أغلق باب التوفيق عن الخلق في 6 أشياء: اشتغالهم بالنعمة عن شكرها، ورغبتهم في العلم وتركهم العمل، والمسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة، والاغترار بصحبة الصالحين، وترك الاقتداء بفعالهم، وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها، وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.